فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حين قال إن أكثر ما في الفروع وغيره من كتب المتأخرين هو مخالف للمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله؟ نعم، هو كل ما في كتب المذهب كله من كلام الإمام أحمد، تخريجات وتقعيد، وهو كله من كلام الإمام أحمد، لكن يقعدون ويخرجون على كلامه وعلى مذهبه، قد يكون صحيح وقد يكون ما هو صحيح. نعم، فأنت لا تأخذ ما في الإقناع وما في الكشاف وما في كتب المذهب على طول، حتى تعرضه على الدليل. نعم.